والله احنا عملنا فترة اعداد قوية جدا حوالي 3 شهور ونص، وعندنا دلوقتي حاليا عندنا تصفيات بطولة المنطقة القاهرة. لغاية دلوقتي الحمد لله الفرقة ماشية كويس جدا، عندنا بس المشكلة عندنا اصابات، عندنا معداوي وعمر طارق لعيبة مؤثرة جدا، فرقة مش موجودة لسه قدامها حوالي شهر. السنة دي إن شاء الله الحمد لله كابتن أشرف توفيق وكابتن سيد مصطفى وكابتن أحمد الجرحي جابوا لعيب كويس اسمه سيف من طنطا، مستقبل كويس للنادي الأهلي، أعتقد إنه خامة طيبة وهيفيد النادي الأهلي في المستقبل كتير أوي. هو إحنا لعبنا الدور الأولاني في بطولة القاهرة، الحمد لله الفرقة ماشية كويس، فاضل لنا ماتش في المجموعة، كلها ماتشات تصفيات لسه ما يعني لم يختبر فيها فرقة النادي الأهلي، بس كويس الحمد لله ماشيين كويس. طبعا احنا بنلعب على اول المجموعه، وبعد كده هنلعب بيست اوف 3، كل فرقه تلعب ماتش على ملعبها وماتش خارج ملعبها. النادي الاهلي طول عمره عنده ناشئين على مستوى عالي جدا، النادي الاهلي عنده قاعده ناشئين محترمه جدا، في مدربين كويسين، مدير قطاع الناشئين كابتن سيد مصطفى وكابتن طارق رجب كان قبليه، عاملين اضافه قويه جدا لقطاع الناشئين، ما بيبخلوش ولا النادي الاهلي ولا مجلس اداره النادي الاهلي بيبخلوا على اي فريق في الناشئين باي حاجه يطلبها. في تدعيم قوي جدا مجلس اداره للقطاع عندنا وللدرجه الاولى، كابتن اشرف برضو عينه على كل لعيب من الصغيرين بحيث ان لو هو في حد عنده فرصه ان هو يبقى موجود في الدرجه الاولى هيبقى موجود في الدرجه الاولى. اعتقد الامور ماشيه كويس تقريبا طول الوقت في النادي الاهلي. عندي اربع لعيبه خمس لعيبه منهم اثنين لعيبه متصابين اللي قلت عليهم معداوي وعمر طارق، بجانب بودي وعمر زهران وفي سيف بتاع طنطا اللي لسه جايبينه برده بيطلع للدرجه الاولى. كابتن اشرف بيحاول يدي فرص على قد المتاح للدرجه الاولى. طبعا على بطوله القاهره هو تقريبا الجزيره والجيش، ومع احترامي طبعا لباقي الفرق يعني كلهم لعيبه فرق كويسه جدا، نحترم القسم طول النادي طول الوقت، النادي الاهلي بيحترم القسم اللي قدامه طول الوقت. هم ثلاث ماتشات تقريبا هم اللي هيبقى فيهم يعني منافسه. عندنا لازم يبقى ما دام 23 سنه خلاص انت الليفل بتاعك راح للدرجه الاولى تعتبر، فلازم تبقى على اعلى يعني مستواك يضاهي الليفل الاعلى. فالحمد لله عندنا في ناس ان شاء الله خير، يعني مستقبل مشرف للنادي الاهلي ان شاء الله.